الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. سلام الله عليكم حبيباتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا كامل متهنين يا رب العالمين. طليت عليكم حبيباتي فيديو ولا أروع، جبت لكم يا أورد صنع منزلي من هذا الفيديو بإذن الله كامل، راكم رايحين تستغناو على شرائه من المحلات. صدقوني حبيباتي يجيكم كيما تاع برا تماما، يعني المذاق ولا القوام تاعو كيما راكم تشوفوا. صدقوني يعني هذا الفيديو ننصحكم كامل تجربوه، ما فيه والو، فقط زوج مكونات. عندي ساشي تاع الحليب تاع 2.5 هذا اللي راكم تشوفوا فيه، ونحتاجوا علبه من الياورت العادي يعني تاع 25 ميه كذلك، يعني مصروف 5000. وانت حضرتي كميه ياورت رائعه جدا، كميه كبيره حضرتي في الدار تفرحي وليداتك، ديري حتى في رمضان في سهراتكم الرمضانيه، يعني في بلاصة ما ديري الفلون ديري هذا الياورت وتتحلو به ولا أربع. هنا حبيباتي جبت المرميطة تاعي، صبيت في المرميطة نصف لتر من الحليب وخليت نصف الكمية جانبا. نضيفوا له هنا 4 ملاعق كبيرة من السكر، سكر عادي سكر حبيبات، بالنسبة للحلاوة تاعو تجيكم مليحة معتدلة. نجيبو هنا يا حبيبتي الفوين، خلطو مليح هذاك السكر نذوبوه، ندي المرميطة تاعي على النار حتى نشوف الحليب تاعي يغلي، يعني حتى يغلي لكم عاد باش نحيوه من على النار ونكملو الوصفة تاعنا حبيباتي. هنا بعد ما نحيت المرميطة تاعي من على النار، يعني حتى شفتو يعني غلالي هذاك الحليب، نحيته من على النار ونجيب النص الليتر اللي تبقى لي في الصاشي نزيد نفرغو عليه. هنا يا حبيبتي علاه درنا يعني هذا الطريقه هذه، باش نتحصلوا على الحليب تاعنا يولي يعني درجه الحراره تاعو يولي دافي، يعني سخون مع هذاك البارد يولي درجه الحراره معتدله واللي هي الدرجه اللي تكون يعني تناسب الياغورت تاعنا. بالنسبه حبيباتي كيفاش تستيو الحليب تاعكم، توضعوا الاصبع تاعكم تحسبوا من 10، اذا ما تحركتوش هذاك هو يعني الدرجه المناسبه للياغورت. ضفت هنا يا علبه هذيك تاع الياغورت، انا استخدمت هذا فورت هذا اللورانج، تقدروا ديروا دانون، يعني اي نوع تاع ياورت تواجد عندكم في الدار ديروه. خلطت مليح هذاك الياورت تاعي. بالنسبه لهذا يعني هذه الخطوه هذه راهي يعني اختياريه، تقدروا ديروها كما تقدروا تستغناو عليها. نحيت كميه من هذاك الحليب وضفت له شويه من لاباتاغون بذوق الفراوله، حبيت يعني باش نتحصل على اللون وفي نفس الوقت النكهه تاع الفراز. يعني نتوما اذا تواجد معاكم اي نوع تاع باتاغون تقدروا تضيفوا النكهه اللي حبيتو، اذا ما تواجدتش معاكم تقدروا حبيباتي تكتفيوا فقط يعني باللوغو هذاك تاع الياورت. خلطت هنا يا حبيباتي جيدا، من بعد جبت ليفيرين تاعي. بالنسبه يعني لهذاك الياغورت بعد ما خلطته مليح يعني دار لي شويه فقاعات، كنت تخلصت منهم لانه حبيت الياغورت تاعي يعني الوجه تاعي يكون املس ما يكونش فيه فقاعات، نتمنى تكونوا فهمتوني. نتوما ما تكثرولوش يعني التخلاط بزاف باش ما يديرلكمش هذوك الفقاعات. جيبوا هنا يا حبيباتي اي فيرين تواجدت معاكم في الدار، اي فيرين ديروا فيها. شوفوا انا هاد لي فيرين راهم يرفدوا كميه كبيره، كما راكم تشوفوا عمرتهم يعني عمرتهم كامل، كانوا داروا لي 5. لو كان ديروا دي فيرين اصغر من هكا رايحين يعني تتحصلوا على، تقدروا حتى تتحصلوا على الدوبل. هنا حبيباتي نغطيو كل فيرين بابي فيلم اليمونتير كيما راكم تشوفوا، نغلفوهم يعني باش يعني ما يقيسهمش هكا غبره ولا وهاب يعني بهذا الطريقه. واذا كان عندكم دي فيرين بالمغلق تاعهم يعني ديروا لهم هذا لو بابي فيلم وزيدوا تغلقوهم من فوق. حطيتهم هنا يا حبيباتي في هذا البورت مونجي اللي يعني القفل تاعها ما تقفليش يعني جاو اكبر منها، تغطيوها تكوفريوها مليح بحاجه تكون سخونه، يعني كسوا هكا زاوره شال يعني اي حاجه تدفيو مليح الياورت تاعكم، وتديو هذا البورت مونجي تحطوها في بلاصه تكون دافيه. انا عندي يعني بلاصه الشوفاج يعني جاي مر الشوفاج يعني سخونه بزاف، حطيت الياورت تاعي وخليته اختامر، خليته يعني يوم كامل. شوفوا لي هنا يا حبيباتي كنت درته في الليل، خليته يعني من الغدوة العشية كامل، جيت يعني نحيته يعني جبته يعني من المكان تاعو اللي كان يعني يتخمر فيه. من بعد حبيباتي مباشرة تديوه للثلاجة 3 سوايع 4 سوايع حتى يبرد ويزيد يتماسك لكم أكثر وأكثر. شوفوا لي هنا يا حبيباتي كيفاش راح متماسك، يعني جاية أورت ناجح 100%، تقلبوه ما يسيحش يعني ما يصرى له والو، القوام تاعو يجيكم ولا أرواح. راني تستيتو معاكم يعني قلبته يعني ما ساحليش،
هاي ليكم هنا نزيد نتستي معكم، يعني تشوفوا القوام تاعو جاب ولا ارواح كيما اللي يتباع لبرا تماما. يعني انا كي حضر كي نحضروا للعائله تاعي صدقوني ما يفرقوش بينو وبين يعني تاع برا غير من هذا لي فيرين يعرفوا باللي خدمته. هذا ما كان. نتمنى حبيباتي الوصفه تاعي تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوليش حبيباتي الدعم تاعكم، ربي يحفظكم، بارطاجيو لي لا فيديو مع الاحباب والاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. خليولي جام اشتراك في القناه ونقولكم سلام.